نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا. وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. من بين هذه المشروعات مشروع مجمعات الأسواق، واللي هيتعمل فيه عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز. وجه سيادته بالتعرف على متطلبات المواطنين من سكان هذه المناطق فيما يتعلق بتفاصيل اللوجستية والخدمية لهذه المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات اللي بتعملها الدولة داخل الأحياء السكنية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة، كذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها، مع مراعاة تناغم واتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية. كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم. وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقية عند طريق حسين كامل، حيث وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق. وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤول المحافظة والأحياء. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر. كما امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت، واللي منها مشاركه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في قمه تيكاد 8 واللي عقدت في تونس، والقاءه كمان كلمه نيابه عن السيد الرئيس، وكمان الزياره اللي قام بها الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لعدد من مصابي العمليات الحربيه بالمجمع الطبي للقوات المسلحه بكوبري القبه والمعادي، وختام فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بقاده محمد نجيب العسكري. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها استقبال الرئيس التونسي قايس سعيد ونجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس في قمة تيكاد 8، وقال الدكتور مدبولي إن القمة بتنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة اللي أثرت بشكل كبير على الدول النامية وعلى رأسها دولنا الإفريقية. وأشار خلال كلمته لعدد من المحاور اللي بتستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.
كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع فاميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني عبر الفيديو كونفرنس، وده على هامش اجتماعات قمة تيكاد 8. وقال دكتور مدبولي إن مصر بتتطلع لقيام الجانب الياباني بالبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي بتمثل مركز لوجستي مهم ممكن إنه يكون بوابة للمنتجات اليابانية لإفريقيا. امبارح برضو الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قام بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة واللي أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء، وبيخضعوا للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة والمعادي. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن عن ختام فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، ده غير مشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. فعاليات التدريب ده استمرت عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن عن قيام القوات البحرية المصرية بتنفيذ تدريب عابر مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والأسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية واللي استمرت لعدة أيام. التدريبات دي بتأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة اللي بتتمتع بخبرات كبيرة في المجالات دي بما يساهم في دعم الأمن البحري والاستقرار. يمكن أزمة كورونا يعني وضحت إنه لابد من تعاون يمكن أكبر ما بين الدول الأفريقية واليابان، ويمكن من أهداف هذه القمة ومن الملفات والأولويات لها هي مسألة التنمية في الدول الأفريقية، ومسألة أنه يكون في حد من التفاوت الاقتصادي، تحقيق النمو المستدام، وحتى الحديث عن مجتمعات مستقرة قوامها الأمن الإنساني والسلم والاستقرار. كل تأكيد يا قمة تيكاد 8 هي قمة غاية في الأهمية، أطلقتها اليابان في 1993 بالضبط، وهي تعقد كل 3 سنوات. حصلت طبعا حق لاستضافتها زي ما شفنا وتابعنا تونس، حصلت على حق استضافتها في فبراير اللي فات. قمة الهدف منها هو دعم القارة الإفريقية، حتى إن عنوانها الشراكة والملكية، ملكية القارة الإفريقية لقرارها لتحقيق التنمية المستدامة. طبعا بكل تأكيد اليابان تعلم جيدا الإمكانيات والثروات الهائلة اللي موجودة في أفريقيا، وهي شريك قوي، وزي ما شفنا وتابعنا طبعا الدكتور مصطفى مدبولي وهو يلقي الكلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث طبعا عن ضرورة دعم القارة الإفريقية. رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهد إيصال مساعدات للقارة الأفريقية من خلال هذه الدورة بإجمالي حوالي 30 مليار دولار. دورة السابعة اللي كانت موجودة في كينيا لهذه القمة كانت قد تعهدت طوكيو بإيصال مساعدات للقارة الأفريقية بحوالي 20 مليار ين ياباني. طبعا ده زي ما قلت لحضراتكم إيمانا من اليابان بأن القارة الأفريقية غنية بالثروات المختلفة. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات واللي معنا فيها مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح في بعض المحافظات. ومن هذه الأخبار هو صرف تعويضات ل 51 من أهالينا في الشيخ زويد، وعلاج وفحص 6192 مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا، وأيضا إطلاق مبادرة غيرها للأقدر للتوعية بالمحافظة على البيئة في دمياط، وأخبار تانية هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من سوهاج اللي تم فيها تنظيم معرض بعنوان كنوز سوهاج المنسية، واللي بيستهدف تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة بأديرة سوهاج الأثرية. المعرض نظمه متحف سوهاج القومي بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج
وأديرة سوهاج الأثرية. في المنوفية تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بقرية جريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وتم توزيع أكثر من 3000 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً. في الغربية افتتح المحافظ الدكتور طارق رحمي والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها كنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برمة، وسلم الأنبا بولا درع الكنيسة لمحافظ الغربية ونائبه، وكمان تم تكريم الأساقفة وفريق العمل القائم على أعمال التطوير. فأسيوط عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة اجتماع لمناقشة أعمال توسعات وإنشاء 6 محطات مرشحة، ده غير إحلال وتجديد 7 محطات كبرى على مستوى مراكز أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو اللي فات. القوافل دي قدرت أنها توقع الكشف الطبي على 6192 حالة في التخصصات المختلفة. في الغربية تابع المحافظ الدكتور طارق رحمي قيام الوحدات المحلية بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في الطرق العامة والميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة. وقال المحافظ إنه حتى الآن تم زراعة حوالي 1238 شجرة مثمرة وشجرة زينة على مستوى المراكز والمدن والأحياء. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد أسماء دفعة جديدة من الأهالي اللي تقرر صرف تعويضات ليهم. القائمة فيها أسماء 51 مواطن مستحق للتعويضات عن بعض المباني المتضررة بمركز ومدينة الشيخ زويد. في دمياط أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر مبادرة غيرها للأخضر، وده بمشاركة فريق الكشافة والأطفال من ذوي الهمم بمكتبة مصر العامة. المبادرة جاءت تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة.